معنا وعلى نصتك. نحن سألتنا معك سؤال وجواب بس. أحسن ما تشهد على روحك هلا. لا لا بالأرض. زين. كشف عن وشه لشو. لك يا جماعة، ليش هيك عملتوا فيني؟ على أساس سؤال وجواب. يا عمي زهر من الآخر. ليش أجلوا إعدام خاتون؟ ما بعرف. لك احكي، بدك تحكي وبصر معي كمان. احكي ولك احسن بشختك شخت، احكي. لانه خاتون هربت. الله اكبر، وشلون هربت؟ احكي ولا. يلي سمعته انه اختها المسوره هي اللي ساعدتها بالهربه، وعدت مكانها بالحبس. سعيد. الله اكبر. الله اكبر عليك يا ام سعيد. احكي ولا. على حسب ما سمعت انه اخته لكريم هي اللي ساعدت خاتون بالهربه بالحبس. وشو اسمها اخته لكريم؟ اسمها ناهد. مين هي ناهد كمان؟ ناهد؟ اصبح المستوره خاتون مع هي اللي اسمها ناهد؟ واختي ام سعيد بالحبس. اقسم بالله هالقصه بتحط العقل بالكف. هي انا حكيت اللي عندي. خلوني اروح هلا. بس اياك تجيب سيره لحدا بالشي اللي صار. اعوذ بالله. وأي شي بدكن ياه أنا جاهز. طيب قولوا خاطره لزاهر وخليه يروح. صار عقيد. قوم يا أبي. فسري لي، ما عم بفهم أنت شو صار معك حتى غيرت رأيك. أمك تعبانة شوي ولازم نروح على بيروت. شو بها؟ الهيئة مشتاقة لنا وعم تتبلل شوي. بس ضروري انت تضلك معه، لأنه أنا اليوم رح نفذ اللي براسي. تبع لحالك يا خيي. عم بعمل شغلة رح تكونوا فخورين بكلكم فيها. يا جماعة، أنا بكركم إنه هيدي المرة عم تتحايل عليكم لحتى توصل لخاتون. سي شو بدها بخاتون؟ شو بدها فيها لحتى تطلع من الحبس؟ شو بدها فيها؟ لك يا عمي ما تنسى إنه خاتون حبلة بولد من كريم، بدها تعمل أي طريقة لترشحها من خيها. والله كلامك فيه روح. بس الأهم من هذا كله عمي عز الدين إنه صار فينك تقلع عيون الخلايا بقصة أم سعيد. بكير زي ما بكير. بكير رجعتي على الحال حتى تبين الحقيقة كاملة، ولحتى رجع الزعامة لعيني. أنا عندي اقتراح رح يخليكم ترجعوا أم سعيد. نقترح عليك مبادلة دانيال مع زمرد في حال موافقتكم الاستلام والتسليم في بستان الذهبي يوم الغد بعد العصر، وأي محاولة للغدر ستنقلب عليكم. شو هاد؟ ما بعرف سيدي. كيف عرفوا إنه زمرد هون؟ والله ما بعرف سيدي. إذا هالشي صار رح حاول بأي طريقة أرجع لمنصبي. كونوا على سعة. رح جرب غير وجهة نظر الفرنسيين تجاهه، لأنه والله العظيم اللي شفته منكم ما شفته من ولاد بلدي ولا أهلي ولا مرة. الله يقدرك على هالشي يا عمي. طيب عمي دانيال. الله بحييك عمي. الله محيي أصلك. الله يحيي البطن اللي حملها. لك يا هيك رجال يا بلا. الله يخليكم يا شباب. الله يغويكم. لك العمى شلون صار كل هالشي؟ سميحة طلعت وحدة كذابة، لك وفوق منها طلعت أخته لكريم، وزمرد بالحبس. شو بدي أعمل هلا؟ أكيد ما رح أخلصها لخاتون، بس لازم أستفيد من هالقصة. لازم. Thank you.
إذا وافقت على المبادلة وأتممتها سأكسب ثقة السلطات العليا. بهالحالة أبكون أحضرت ضابط مطلوب، وهذا الشيء رح يغطي على حادثة هروب خاتون. ريان، من يوم ما اجت البنت ما شفتها ولا سميت لها ولا حتى كبرت لها بابنها. شوفت عينك شو صار معها من وقتها لهلا؟ بسم الله. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. شو رح تسميها؟ دري، على اسم امه الله يرحمها. خير ما اخترت يا زيبه. خالتي امرضه من بعد اذنك، بدي اياكي تبقي معنا وقت الاستلام والتسليم. من عيوني خالتي. المهم ترجع زمرد بالسلامة، وبعدين منشوف شلون رح نلاقي خاتون. شو هاد؟ البسي ملايتك بسرعة. لوين بدكم تاخدوني؟ البسي وجهزي حالك وبدون كتر حكي.